ولاد وراي ايش فيه؟ حلية. أخلاقيا انتصرنا على هذا النظام، لأن المعارك اللي صارت كان دائما النظام يستهدف المعابر الإنسانية، كان يحاصر يستهدف المشافي. والشيء اللي شفناه في حلب مؤخرا شفناه في القصير سابقا منذ 3 أو 4 سنوات. أصعب اللحظات اللي كنا نعيشها في الحصار ليس قلة الطعام، ليس قلة المياه، ليس وإنما هو القصف، القصف الذي كان تتعرض له الأحياء السكنية. كان ننظر إلى القصف بأنها يعني حرب إبادي كانت باتجاه المدنيين، ما في أي طريق ممكن أنت تسعف المرضى أو الجرحى اللي عم تعرضوا للقصف، خصوصا مع الاستهداف المباشر كان للمشافي. الصورة وصلت بموبايل 6300 كان معي في 2011 إلى كاميرا 4K، الصورة تصل بدمويتها بأشلائها، تصل الصورة كما هي، ولكن المجتمع الدولي أثبت أنه فاقد الأخلاق لأنه لم يحرك ساكنا تجاه ما يجري من مجازر، ولم يلجم هذا النظام أو هذه العصابة الأسدية إضافة إلى الدول الداعمة والمساندة لهم.